بزاف ديال المغربيات مثلا كيتزوجوا بناس عايشين في ألمانيا ما عندهمش مثلا أوراق الإقامة، عندهم واحد الوضعية صعبة، وكيكون الحل الوحيد الزواج هو الزواج العرفي. هذا الزواج العرفي كما كنعرفوا حنا بالدارجة المغربية ديالنا ما كيضمنلكش الحقوق ديالك كامرأة. بزاف المغربيات طاحوا في هذه الفخادة، دابا عندهم جوج ثلاثة الأولاد، ما قراوش، ما خدموش، ما عندهم حتى شي حاجة قانونية أنها تشدهم تما. كنشتغل حاليا في مجال الرياضة، الاتحاد الرياضي برلين هو واحد المنظمة حكومية هي اللي كدير التدبير الرياضي في العاصمة برلين. عندنا مجموعة من المشاريع كثيرة، منها مثلا إدماج أو اندماج اللاجئين والمهاجرين عن طريق الرياضة، منها بناء الملاعب، منها دعم الأندية الرياضية. الاسم ديالي محمد الوهابي، من مدينة فاس، قريت في جامعة الدار المهراس بفاس المعروفة، قريت اللغة الألمانية وأدبها، خديت إجازة في 2015. كنت واحد المغربي يعني شاب كجميع الشباب المغربي، نشيط في المجال الاجتماعي في المجال الرياضي، وهذا الشيء كامل خولني أنني نأخذ واحد المنحة في 2015، هي منحة ديال البرلمان الألماني. هذه منحة البرلمان الألماني كتعطى للشباب اللي كيكون نشيط في البلد ديالو، دي منحة عالمية كيكونوا فيها تقريبا من 90 حتى 120 دولة. 2015 كان لي الشرف أنني نكون واحد من هاد 120 شخص اللي خداو هاد المنحة هادي. الحمد لله خرجت من مدينة فاس ومشيت للبرلمان الألماني لبرلين العاصمة الألمانية، واستفدت من هاد المنحة هادي. هاد المنحة اللي هي كتعطيك واحد الفرصة أول أنك تتعرف على البرلمان الألماني عن قرب، كيف تدار السياسة الألمانية ودهالي السياسة الألمانية داخل البرلمان، وكتعطيك عاوتاني واحد الفرصة أنك تتعرف على السياسي الألماني وطريقة التفكير ديالو وطريقة العمل ديالو. وهذا كان بالنسبة لي كمغربي قرا في المغرب شرف اللي كنعتز به لحد الآن. وكما كيقولوا أي حاجة تعلمتها هنا في المغرب من الصغر إلى يومنا هذا نفعتني في ألمانيا. حاليا عندي تقريبا 8 سنوات في ألمانيا. مؤخرا حصلت على الجنسية الألمانية، مواطن ألماني مغربي الحمد لله وفخور بالبلدين. كنشتغل حاليا في مجال الرياضة، الاتحاد الرياضي برلين هو واحد المنظمة حكومية هي اللي كدير التدبير الرياضي في العاصمة برلين. عندنا مجموعة من المشاريع كثيرة، منها مثلا إدماج أو اندماج اللاجئين والمهاجرين عن طريق الرياضة، منها بناء الملاعب، منها دعم الأندية الرياضية، منها مثلا تكوين المدربين والمدربات. وأنا سبق لي اشتغلت في المغرب كمدرب كرة القدم، وكنت كندير مشاريع رياضية للاجئين اللي كيجيو مثلا مجموعة من الدول الإفريقية للمغرب. المغرب الحمد لله واحد البلد منفتح جميع الأصعدة، وكانوا كيجيو عندنا هاد الناس هادو للمغرب. وقد جاتني واحد الفكرة انني هاد الناس هادو اللي كيجيو عندنا هنا ندير لهم نقربهم للمجتمع المغربي عن طريق الرياضه. هذه الفكره بلورتها وطورتها في المانيا وشرحتها للناس المسؤولين ديال الاتحاد الرياضي برلين، وعجبتهم الفكره وقال لك اودي حنا راه حنا عندنا بزاف اللاجئين. هذه كنا رجعنا 2016، بزاف ديال اللاجئين جاوا لالمانيا وبغيناك تساعدنا في هذا المجال هذا. الحمد لله قلت لهم مرحبا بكل فرح، وهذه الفكره هذه لقات النجاح ديالها. هذه الفكره الفكره اولا هي كيفيه استعمال الرياضه من اجل الاندماج. شنو هو الاندماج بصفه عامه؟ الاندماج هو انك انت كتجي لواحد البلد، كتقول هذا البلد هذا عنده واحد الخصوصيه ثقافيه سياسيه دينيه، وانت جاي من واحد البلد اللي عندك واحد الخصوصيه سياسيه وثقافيه اخرى. كاين الاندماج اول حاجه اللي كيكون عن طريق الدراسه باش كتقرا اللغه، وكاين الاندماج ديال عن طريق العمل، وكاين الاندماج الاجتماعي. هادو مواضيع مزيانه ومهمه، وكتكون الاندماج عن طريقهم صعبه شويه. فكره الرياضه علاش؟ الفكره الرياضه اي واحد كيدير سبور يعني الهدف شنو من الرياضه؟ هو انك كترتاح كتحرك كتعرق، وعن طريق الرياضه اش كدير؟ كتعرف على ناس جدد، كتعرف على الالمان، وكتخرج من داك كما كنقولوا داك القوقعه وداك داك الوطن ديالك الصغير
اللي بعيد على المجتمع الالماني. وحنا جات الفكره هذه باننا ندعموا الانديه الرياضيه في برلين اللي كتقول لك حنا راه مستعدين اننا ناخذ المهاجرين واللاجئين عندنا النادي ويكونوا اعضاء عندنا في النادي ونعطيهم الامكانيه انهم يتدربوا عندنا ونعطيهم الامكانيه انهم يتعرفوا على الالمان اللي عندنا ونعطيهم الامكانيه كيفاش انهم يدرسوا اللغه داخل عن طريق الرياضه ونعطيهم الامكانيه الا كان مثلا لاجئين او مهاجرين اللي يشتغلوا في البلدان ديالهم في ميدان الرياضه كاساتذه الرياضه مثلا ولا كمدربين ومدربات نديروا نعطيهم الامكانيه او كلاعبين مثلا لان المانيا راه مئات الاف ديال اللاجئين المهاجرين بزاف ديال الناس منهم كانوا كيلعبوا مثلا في بطولات رياضية على المستوى العالمي او المحلي او الجهوي وهاد الناس جاوا لبرلين وحنا كم استقبلناهم دعمناهم من سنة 2017 لدابا كونا اكثر من 400 مدرب ومدربة عندهم خلفية مهاجرة ساعدنا اكثر من 10,000 لاجئ ولاجئ انهم يلقاو نوادي رياضية وحتى الرياضة أستاذي الرياضة دايرة بحال أو الاندماج بصفة عامة هو بحال دايرة بحال واحد علاقة الحب ضروري خصكم الطرفين باش هاد العلاقة كتستمر وكتبقى صحي علاقة صحية إلا أنت كلاجئ ومهاجر جيتي لألمانيا خصك أول حاجة تحترم الثقافات الثقافة والشعب ديالها الدستور ديالها وتعلم اللغة ديالها والدخول داخل المجتمع الألماني الرياضة كتسهل لك داك الدخول كتفتح لك داك الباب باش تعرف على هانس على مارتا على فولفغانغ عن طريق الرياضه والرياضه فيها داك واحد الفاكتور ديال لاجوا لان اي حاجه كديرها لما كانت فيها لاجوا ما كانش داك الفرح ما غاديش تبدع فيها والحمد لله استطعنا بفكره بسيطه اننا نكون واحد كنسميه واحد الوطن الرياضي لمجموعه من اللاجئين والمهاجرين اللي حاليا كيشتغلوا في مجموعه من الانديه الرياضيه في برلين اللي كما كيقول لهم داك البنيه التحتيه الرياضيه في المانيا على مستوى الانديه عرفت واحد 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 الانفتاح واحد التنوع خلال السنوات اللي فاتت وكاين بزاف ديال الانديه استافدوا من الخبرات من المواهب الرياضيه اللي جابوا هاد الناس معهم الا شتي مثلا المنتخب الوطني الالماني في جميع انواع الرياضات حاليا كتلقى احمد محمد علي اسماء لي تركيه عربيه او فارسيه اللي كتطعم هذه الانديه هذه يعني بحال كما كنقولوا بالدارجه رابح كان مجموعه من الانشطه اللي كنديرها تطوعيه منها انا المتحدث باسم مجلس المشاركه السياسيه والاندماج في المقاطعه اللي انا ساكن فيها وعضو في البرلمان ديال المقاطعه اللي انا ساكن فيها اللي هي مقاطعه بانكو في برلين وعضو في اللجنه الاستشاريه على مستوى برلين للاندماج والمشاركه وهذه هادو واحد الا كنت مثلا انت كشاب او شابه عندك خلفيه مهاجره كتكون متطوع ونشيط جمعويا وسياسيا الدوله كتفتح لك هذا الباب انك تدخل مع صانع القرار السياسي على مستوى الولايه او على مستوى الجهه انك تساعدهم بالافكار ديالك وعندك الحق انك انت مثلا ملي كتكون مساله ديال الميزانيه انك تعطي القرار ديالك وكتكون عندك حق التصويت يعني الصوت ديالك راه مسموع وهذه ما كاينش مجموعه ديال الدول في العالم هذا كيبين معناها الدوله الالمانيه دوله ديال المؤسسات ديال الديمقراطيه دوله حداثيه دوله اللي كتامن بالحقوق ديال المهاجرين والحمد لله كان ربما لان كل واحد فينا في هذه الحياه هذه ضروري خصك شي واحد يساعدك اللي ياخذ بيديك يعطيك واحد الفكره اللي يقول لك دير هذه حيد هذه ولا حيد هذه باش كتزيد القدام حنا المهام ديالي هو انني كندير شويه ديال كنعطي بعض النصائح وهذه النصائح هذه تطبق على ارض الواقع والاغلبيه كيكون النجاح لان ساعتين جيت واحد الحمد لله انني هذاك الشيء كامل تعلمته في المغرب الدين المعتدل الانفتاح حنا في المغرب الحمد لله عندنا كبرنا مع اليهود مع المسيحيين ما عندناش حساسات من ديانات اخرى احنا شعب كنقولوا كنحترموا الناس باختلاف اطيافهم واجناسهم المسائل هذه القيم هذه خليتها معايا المانيا حاولت نطبقها الحمد لله في ارض الواقع وهذا بالنسبه لي بالعكس شرف كبير
كاين مجموعه من المشاكل. اول حاجه كاين مشاكل ربما جغرافيه او مناخيه، لان يعني الطقس في المانيا هو طقس بارد جدا مقارنه بالدول اللي معها. يعني واحد الانسان مثلا كبر في المغرب، الشمس، فيتامين دي، كتقول الحياه كتبان لك الحياه سهله. في المانيا عندك واحد الصراع اول حاجه مع المناخ. الحمد لله المغاربه عندهم ديك القابليه ديال التاقلم فين ما مشاو. المغاربه كاين في جميع بقاع العالم. المشكل الثاني اللي كيكون هو اللغه، لان اللغه الالمانيه ماشي لغه سهله. لذلك ملي كيهضروا معايا الناس كل ما ودي راه اللغه الالمانيه راه الا ما قريتيهاش بواحد الحب ما غاديش تبدا فيها. الا بقيتي كون نهار كتشكى وكتقول ودي هاد اللغه صعيبه، انا راه ما عارفش بشخ كيقولوا، راك ما غادي تتعلم حتى شي حاجه، لان هاد اللغه هادي خصك تقراها بلا جوا بالفرح باش تبدا فيها. مساله ثانيه هو داك الاندماج الاجتماعي. يعني المجتمع الالماني هو مجتمع كما كيقولوا في اغلبيه الناس ديالهم منفتحين، وكاين الناس اللي ما منفتحينش على المهاجرين. يعني كتكون يعني مجتمع ماشي اجتماعي 100% كبحالنا حنا، او كبحال الدول اللي كنقول البي ميديتيراني، بحال مثلا الدول اللي فيها الشمس مثلا. يعني التاريخ الالماني تاريخ بوحده كما كنقولوا، كيكون الاندماج الاجتماعي. وهذه من الحوايج اللي نادرا تكلموا عليها الناس في المغرب، لان كلشي كيقول لك انا غادي نقرا، غنمشي غير نقرا، غيكون عندي واحد الاندماج ديال العمل وديال الدراسه. جانب الاندماج ديال الاجتماعي اهمل. وعلاش؟ لان كنضرب ربما مهدي منجر الله يرحمه قال لك واحد المره، الا ما انتبهتيش للقيم ديال الشخص الاخر غادي تدخل معاه في صراع. الناس كيقراو اللغه الالمانيه وكيمشيو، ما كيعرفوش المانيا كيف كتفكر، كيف دايره الثقافه تما، كيف يفكروا الناس مثلا، كيف دايره القوانين، شنو هما الواجبات اللي عندي، شنو هي الحقوق اللي عندي. وهذه امور مهمه جدا. بزاف الناس كيقراو هنا اللغه وكيمشيو لالمانيا وكيلقاو مشاكل، كيقول لك ودي انا ما صحابنيش ان المانيا دايره هكا، ما صحابنيش ان الناس الطريقه ديال التعامل ديالهم شويه بارده. ولا باش تعرف هذه المسائل كلها خصك اما تقراها ولا تسول. كاين مثلا المدارس في برلين في المغرب حاليا بحال واحد المدرسه رائعه سميتها ورك فورس بريدج، اللي قامت بواحد العمل كبير، هي انها دارت واحد قاموا بالاستدعاء ديالي. قال لك اجي اودي انت في المانيا، اجي عاودنا على الاندماج الاجتماعي. يعني الناس غادي يقراوا اللغه وغادي يخدموا، وانما غادي يحسوا دائما بواحد النقص. الاندماج الاجتماعي مثلا هو انك كتمشي لالمانيا وكتعرف بانك تكون جالس مثلا في شي مكان ما، وشي الماني كيشوف فيك واحد الشوفه، وانت كتقول هذا السيد هذا ربما راه عنصري ما باغينيش، علاش علاش علاش. هذوك الاحكام المسبقه عندنا كاملين. المانيا الطريقه ديال التفكير ديالها والطريقه ديال العيش ديالها مغايره على المغرب مثلا. لان حنا عندنا هنا مثلا الدين ديالنا الوسطيه والاعتدال، الحمد لله جميع الناس ممكن يعيشوا في المغرب. في المانيا كاين مثلا حقوق دستورية الأقليات، وهاد الأقليات كتعيش الحياة ديالها في الواقع، يعني كتشوفها يوميا. إذا ما كنتش عارف أنت هاد المسألة هادي، غتمشي تما غادي يبان لك داك يوقع لك واحد كتسمى كولتور شوك، واحد الصدمة ثقافية، وغتقول أودي أنا أش داني وعلاش مشيت، هادشي ماشي أنا اللي بغيت نجي. لذلك الإمكانية أنك هادشي تعرفو في المغرب مهم بزاف. غير لافونتاج ديال المغرب هو حنا كنتأقلمو دغيا، إلا فهمنا علاش الموضوع طالع كنتأقلمو دغيا. لذلك الأساسيات أو المشاكل الكبيرة اللي كتكون دائما هي اللغة، هو الطقس، هو أن دغيا الإنسان كيمل. سؤال مهم كنشكرك عليه. شوف المسألة ديال الزواج أو العلاقات، يعني كما العاطفية، هذا حق مشروع للإنسان، هذا حق عادي. كنا عندنا مشاعر، حنا الإنسان راه واحد المكون ديال شوية ديال الدم، شوية ديال المشاعر، وشوية ديال اللحم، وكنحاول نعيشو. بزاف ديال لما نهضر على هنا للمرأة المهاجرة المغربية، المرأة المغربية ولا الفتاة المغربية اللي كتبغي تقرا اللغة هنا وكتبغي تخدم ولا تقرا في أوروبا أو في ألمانيا بالخصوص، كيتاحو بزاف ديال المشاكل. لأن يعني ألمانيا بالتنوع ديالها الديني هذا راه ايجابي وعنده سلبيات. عنده السلبيات مثلا انك الا مشيتي تما كمغربيه، وحنا عندنا المراه المغربيه، حنا عندنا الجمال المغربي وعندنا الاصل وعندنا الكرام، والمغربيات
الحمد لله يعني السمعة ديالهم في العالم كله إيجابية. المغربيات اللي كنعرفوا إحنا كاملين بزاف كيقعوا في واحد الأخطاء أو المشاكل، مثلا الزواج العرفي. يعني كاين دول في المساجد، يعني الألمانية مثلا بغيتي تزوج خصك تزوج عن طريق المؤسسات، يعني خص انت يكون عندك الوراق والسيد اللي باغي يتزوج بك عنده الوراق وكتلاقاو وكتزوجوا قانونيا، يعني القانون غادي يحميك. بزاف ديال المغربيات مثلا كيتزوجوا بناس عايشين في ألمانيا ما عندهمش مثلا أوراق الإقامة، عندهم واحد الوضعية صعبة، وكيكون الحل الوحيد للزواج هو الزواج العرفي. هذا الزواج العرفي كما كنعرفوا حنا بالدارجه المغربيه ديالنا ما كيضمنلكش الحقوق ديالك كامراه. بزاف المغربيات اللي تعرفوا على لا شباب جنسيات مختلفه، باش غير باش نقول لك شوف في اي مكان في العالم في اي دوله كاين الصالح والطالح، باش ما نعممش، لكن الاغلبيه ديال المغربيات اللي تزوجوا مثلا في المانيا لقاو مشاكل كبيره، قالوا بان هذا السيد هذا اللي تعرفت عليه اللي كان كيقول لي داك الكلام المعسول وداك الرومانسيه الفضفاضه وداك داك داك كما كيقولوا داك الهيام، جنسيات عربيه مشرقيه اكثر، جنسيات عربيه مشرقيه كما كنقولوا، او حتى اتراك. لكن شوف راه كاين بزاف ديال النماذج الايجابيه، لكن الاغلبيه وقعوا في مشاكل. اغلبيه لان كما كتعرف اسيدي بان المراه في العلاقه، المرأة اللي عندنا ما تخسر، المرأة هي اللي كتحمل، هذا موضوع ثاني. بزاف المغربيات طاحوا في هذا الفخادة، دابا عندهم جوج ثلاثة الأولاد ما قراوش ما خدموش، ما عندهم حتى شي حاجة قانونية أنها تشدهم تما، كيعانيوا الولايات يوميا. وأنا كيحزني وحزين جدا نسمع هذه الأخبار هذه. كان الحمد لله جمعيات مغربية ألمانية مثلا في برلين ولا فرانكفورت ولا في دوسلدورف لي كما كيقولوا داروا، دابا عرفوا بان كاين هذا المشكل هذا، بطبيعه الحال بالتنسيق مع الجهات السفاره المغربيه في برلين، وحاولوا انهم يديروا واحد العمليه توعويه لهاد البنات هادو اللي كيجيو من المغرب يقراو هنا ولا يخدموا. وكنظن الى بقى للمدارس المغربيه مثلا هنا ديال اللغه الالمانيه بحال ورك فورس بريدج، ان خداو هاد الانيسياتيف مثلا وداروا برامج توعويه في المغرب، غادي يكون احسن، لان كلنا كنحتاجوا المعلومه. والمانيا كان واحد المشكل كبير راسيه راسي، ملي كتدخل تما راه واحد السيستيم واحد البرنامج خصك تلقى راسك في داك السيستيم، حتى راه ما عندناش الوقت، يعني عندك الوقت ديالك محسوب، كانت دراسه اللغه العمل ولا كدير شويه الرياضه، يعني حتى العلاقات الاجتماعيه كتكون قصيره محدوده. وهنا خص الناس المغاربه بصفه عامه رجال او نساء يمشيو تما يمشيو مباشره عند الجمعيات المغربيه، راه كاين مساجد مغربيه مثلا، مساجد مغربيه اللي كتصلي ولا اللي عندها واحد اللي عندها واحد الاسلام معتدل اللي عرفناه حنا في المغرب اللي كنعرفوه. وهذيك راه هاد اللي كنسمي هذيك الحمايه الدينيه للموروث المغربي البشري، هذا خصو يكون، ان اي حاجه تعلمناها في بلادنا خص الانسان يحافظ عليها. وراك عارف راه الاندماج راه ماشي هو الانصهار. شوف بالنسبه نهضر على الجانب المغربي ديالنا، المغاربه ديالنا الحمد لله انا جزء من المغاربه وفخور بالعشرات او بالمئات المغاربه اللي كاين حاليا في المانيا. يعني ملي كتشوف مثلا الدول ولا المهاجرين اللي مدمجين مزيان او بشكل جيد في المانيا، مغاربه. علاش؟ لان عندنا الحمد لله المكون ديال اللغات، حنا في المغرب كنهضروا تقريبا جميع اللغات، وعندنا اول حاجه المكون الثقافي اللي خديناه من المغرب ديالنا. المغربي راه هو الافريقي العربي الامازيغي، وهذا المكون هذا مهم بزاف. المناعه الاجتماعيه اللي خديناها من المغرب كتنفعك في المانيا، خصوصا ملي كتلاقى مع الدول مع ناس من دول اخرى. وزيد عليها هو داك المغربي حنا كنسميوها بالدارجه ديالنا المغربي كيقرا برا من الاخر، يعني داك الذكاء الاجتماعي اللي ما تقراش في المدرسه ولا في الجامعه كتعطيه لك داك الثقافه والبنيه الاجتماعيه اللي عندنا في المغرب، كتساعدك وكتعاونك بانك تمشي تما يكون عندك واحد كتكون انك عندك القابليه للاندماج، كتكون بواحد السرعه كبيره اول حاجه. والمغربي او المغربيه بصفه عامه، خصوصا كنهضر على المغربيات اللي كيخدموا مثلا في المجال ديال
ديال رعايه المسنين او ك في المجال الصحي او في المجال الاجتماعي السمعه ديالهم طيبه. الرحمه اللي تعلمنا هنا في المغرب اللي خديناها من هنا، داك الاحترام الناس، هذا كل هذا المكون المغربي اللي كنسميه المنتوج المغربي، هذا مهم وغادي وكنظن ان شاء الله في السنوات المقبله غادي يجي. لان حتى المغاربه اللي جاوا في السينات المانيا راه سمعه رائعه الحمد لله. ولكن كاين الاقليه، هذيك الاقليه كاينه في العالم كله، هذوك الناس ما يمكنش انهم ياثروا على على الناس اللي مدابرين تبارك الله تما، ولا كيعطوا يوميا وكيحاولوا يوميا انه يعطي واحد الصوره ايجابيه على المغرب اول حاجه، وايجابيه على نفسهم اول حاجه. الحمد لله هذا الوسام هذا بالنسبه لي فخر لي وشرف لي والعائله ديالي الصغيره والكبيره. هذا الوسام هذا هو ديال الشجاعه والتفاهم ضد التمييز والعنصريه داخل ولايه برلين وبراندنبورغ. وهذا الوسام يمنح للشباب والشابات او الناس اللي نشيطين في المجال الاجتماعي والسياسي والرياضي والاقتصادي. الحمد لله انا كنت واحد منهم، وهذا الوسام هذا كنهديه الجد ديالي الراحل اللي توفى هذه بعد الاسابيع، اللي علمني بزاف ديال القيم، منها انك دير الخير ولدي ينسى الشيء اللي كاين. ونتمنى ان شاء الله انا قادم سنوات تكون احسن. شكرا لكم.